على ما فعلته الجزائر حكاما وسلطان في هذا الرجل. أقول هذا لماذا؟ كما ذكر الأخ نرحم على التخريج ونتمنى أن نتواصل مع بعض لاستمرار أفكار الرئيس أو الزعيم لجبهة القوات الاشتراكية. أنتم تعرفوا أيضا السجاعة في هذا الوطن أصبحت تهور، والجبن والجبال أصبح أكيد الجبال. والمنافقون أصبحوا أذكياء، يوصفهم البعض المتخلفين فكريا وانتماء يوصفهم بالذكاء. مع الأسف، أقول مع الأسف، والخيانة صبحت وجهة نظر في هذه البلاد. احنا في عصر يعني نقول غاطين النسر، شو باللي الشعب الجزائري اصبحت له القدره على اكتشاف الحقيقه والحقائق مهما بذلت الجهود لاخفائها. الشعب اصبح عنده القدره لاستشعار عن بعد مثل الالات الالكترونيه الحساسه، مثل الالات الالكترونيه الحساسه. لهذا نقول غاطين. احنا اليوم تلاقينا لهنا بالمناسبه باش نتعاهدوا من جديد على مواصلة الرسالة، وهي رسالة مكتوبة أمامنا لمواصلة معركة الديمقراطية. الديمقراطية كلمة كانت في وقت ما جريمة، والله صاحبها مختل، والآن بعد نصف قرن ويزيد رانا نشوفوا باللي الجيل الثاني والجيل الثالث، والحمد لله الشعب أصبح ينادي بهذا الشعار الديمقراطية اللي صار من أجلها، وكان صاحب الفكرة هو حسين أيضا. الديمقراطية ليست وثيقة طبق الأسر، يعني فوتوكوبي، يعني نستوردها من جهة ونعلقها في البلاد. الديمقراطية هي أولا تبدأ من الحضارة، يعني من الصغر، ثم المدرسة الابتدائية، ثم المتوسطة والثانوية، إلى التعليم العالي إلى آخره. والحمد لله نشوفوا إحنا هذه الصورة أو هذه الفكرة تجسد اليوم
الشباب الجزائر كلهم كلهم موالين ولا معارضين، حتى الموالين اللي يسموه الموالين الموالاة لما تتكلم معاه بصراحة ويكون يثق فيك يقول لك أنا عندي مسؤولية. وهذه تجربتنا واحتكاكنا مع الجماهير مع المسؤولين غير المسؤولين، يقول لك أنا مانيش راضي بالشيء اللي راني نطبق فيه ولا راني. وهذه نتيجة وهذا اعتراف من طرف بعض المناضلين اللي يتكلموا بصراحة وبصدق. الجزائر اليوم كما تعرفوا لها عدة جبهات، جبهة ديمقراطية وجبهة نسموها العدالة أو المساواة، سموها بالشعارات، ولكن احنا نعرف اللي غير موجودة. كلمة الديمقراطية مازلنا بعاد بزاف باش نحققوها. نتمنى إن شاء الله بهذه المناسبة ومن هذا المكان يكون عقد جديد إن شاء الله، لأن الجزائر كما ذكرت في خطر، ولازم نقولوها في خطر كبير، خطر داهم نعم، وآتي لا محالة. الحرب القادمة اللي هي جارية الآن في المغرب العربي ولا في المشرق العربي، الحرب القادمة فيها شيء جديد راح يقع في هذه البلاد وفي الوطن العربي ككل. الجديد في الحرب القادمة وشنو؟ هي مشاركة دول عربية، مشاركة فعالة وصريحة إلى جانب إسرائيل. تذكروا مليح الحرب القادمة نتمنى أن لا تكون إن شاء الله، ولكن المفروضة الحرب القادمة الجديد فيها هي مشاركة الدول العربية وبثقل إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. في مناسبة من المناسبات، أنا اليوم لما نتكلم هذا الكلام هذا ربما البعض يقول لك خارج عن النطاق المناسب أو المكان الزمني. الأخ الكبير حسين أيت أحمد كان له ثلاث مطالب، وكان عنده قلبين، كان عنده قلب يفكر فيه وعنده قلب يتأمل، يتمثل في تحرير الجزائر والمغرب العربي، ثم وحدة المغرب العربي. والثالثة هو تحقيق العدالة الاجتماعية اللي يسموها اليوم بمصطلحات الدولة الديمقراطية اللي عمرها ما تحقق، وإن شاء الله بفضل الجميع ستتحقق آجلا آجلا وعاجلا. حسين أيت أحمد كان هذا الحلم نتاعو، كان عنده حلم
اللي ما تحققش. وهذه وصايا من عدو لما كنا نتحدث معه يوصي، وعنده أمل، كان عنده أمل باش تحقق في الأجيال المتعاقبة. اليوم لما نتكلم على ذكر يعني المغرب العربي، الجزائر في هذا المحيط، والجزائر هي قلب المغرب العربي، يعني هي الذات والباقي أجنحة. شوفوا الأجنحة وش وقع فيها، غربا ولا شرقا ولا جنوبا. ونشوفوا اليوم وضع الجزائر الاقتصادي والسياسي والأمني والأخلاقي، فيها أحزاب الحمد لله، فيه إعلام راي يحاول، ونكون في بعض المرات نسيبوا الإعلام هذا يتكمم بعض الخطرات أو يتعقب. الشيء اللي نأكدوا عليه هو لما نقول الديمقراطية وقلنا فيها أحزاب، أنا راني شايف اللي كاين زوج أحزاب قوية في هذا البلد. الإدارة وثقلها وتعسفها وإمكانياتها والصلاحيات نتاعها، هذا حزب موجود، موجود نتعاملوا معه، ما عندناش خيار. وكاين حزب اللي حق الاعتماد نتاعو، والاعتماد مقبول يعني حتى الملف عنده الريسو هذاك وراه ينشط، هي الرشوة. والمال اللي تعرفوا تسمعوه وتقراوه في الجريد، المال الفاسد. شفنا مناضلين كانوا ينشطوا السيستم، نقول السيستم لماذا؟ خاطر كاين البوفوار وكاين السيستم، لازم نفرقوا بيناتهم. البوفوار العنوان تاعو هو الدستور، دستور. حتى واحد اليوم ما يقدر يقول باللي الرئيس بوتفليقة ماهوش رئيس، خلاص الرئيس بوتفليقة هو الرئيس. هذا البوفوار. البوفوار واش دير اليوم؟ واش راه داير؟ يخلق سيستم، سيستم هو السبب في الإقصاء. والجهوية والمحسوبية والقرابة وما إلى ذلك، هذا السيستم. نقول منا حطوا ليه، يعني كما يقولوها بالعاميه، زيد الماء زيد الدقيق. هذا السيستم رانا عايشينو، كلكم تعيشينو. الاحزاب، دور الاحزاب، وحنا هنا اليوم نتكلم بحضور قياده جبهه القوات الاشتراكيه، امينها العام والأمناء السابقين والمناضلين تاعهم. أنتما تبعتوا بلا شك، الأغلبية فيكم، موقف
جبهة القوات الاشتراكية في المخاض في كل الميادين اللي يوقع في البلاد. على ذكر الأحزاب، جبهة القوات الاشتراكية دائما على الجلب، يعني يحبوا يقهروا فيها أحزاب. أنا قلتها في مناسبة أخرى، راهم يروحوا يتلاقاو في واحد البلاصة، واش يقولوا لها هذيك؟ زفران. زفران هذيك، حيط المبكر أنا سميتها. هذاك هو. كل مرة نشوف كي يخرجوا من الدم واش جابوا معاهم. هذا ماهوش موقف جبت. مانيش نتكلم باسم القيادة، لأن حاضرة القيادة. جبهة الموقف، جبهة القوات الاشتراكية، إذا لاحظتم ماشي هذا هو. عنده شعار، عنده موقف ثابتين فيه ومكملين. راهم هنا ياسر ولا قليل، هذا هو الموقف. نهضروا على التزوير اللي يدخل بيوت الناس ولا في المدارس، في الشارع، في القهاوي، في كل الساحات العمومية. التزوير، التزوير هذا أصبح مصطلح يدخل في ال شكون لا يدير التزوير؟ الجرائم بزاف واللي كوبابل وراه. أنا اليوم بالمناسبة المتهم الأول هو الأحزاب وموقف الأحزاب، لأنهم ما يشاركوا في التزوير. طبعا أنتم تعرفوا بلي جبهة القوات الاشتراكية بالنسبة ليهم نقيض، قاعدة تقريبا 10 سنوات خارج بهذا السبب، الموقف هذا. تقريبا شحال من سنة خارج ولكن 14 سنة خارج من بسبب الموقف نتاع جبهة القوات، 14 سنة. هذا موقف يسجل في 14 سنة هذا. واش خطوا لها أحزاب، تنظيمات، مجتمع مدني مدرح. يعني أصبح ماهوش لي مارشي هذوك لي مارشي اللي يسموهم لي مارشي انفورمال، كاين حتى أحزاب انفورمال. يعني ولا كنت البصر، هذا هو السبب. جبت القوات الاشتراكية راكم شتوا، أنا متكلمش على خاطركم متبع شوية. غير هذا، اليوم ذكرت قلت بلي الجزائر في خطر، وقلت بلي الحرب القادمة وهي قريبة لنا، شكون اللي راح يشاركوا فيها؟ لماذا؟ لأن احنا ما نبقاش ندور غير هنا في الانتخابات المصورة. هذا تحسين حاصل كاين، كاين مشاكل أخرى اللي راه خطر آخر اللي راه داهم الجزائر، أو جاي، أو جاي. عندنا آلاف نتاع الجنود، الجيش الوطني الشعبي مغروسين بالرمل، أشفن كات، ديروا حساباتكم اللي يعرفوا شوية الحساب، ونظن موجودين. هذا استنزاف من الداخل، استنزاف اقتصادي، معنوي، فكري، أخلاقي، إلى آخره. من بعد واش كاين؟ بعد يجي المشروع اللي راهم طبقوا فيه
على كل الدول العربية إذا كان نقدر نسمو نقولوا دول عربية أو أقطار عربية راح تولي دشرات عربية دشرات ماشي على بالكم إذا راكم تتبعوا واش واقع أنا شبعان ميلزمش نقولوا أنا بعد إحنا في هذا المحيط في هذا الممر من مراكش حتى حتى البصرة ولا قطر فأنا في هذا الممر والأسباب باش نفهموا باللي خطر دام شفتوا التصريح نتاع الرئيس الفرنساوي أو المنظمة هذيك تاع واش يسموها يعني كل خطرة يجبدوا لنا حاجة حاجة جديدة يعني جديدة وقديمة في نفس الوقت يعني حاسبة بن بوعلي إرهابية شتو كذا تيغنات والله حاسبة بن بوعلي ولات إرهابية حنا نقولوا درنا ثورة ولا درنا حرب المهم ماهوش في المصطلح كاين فرق ما بين الحرب وما بين الثورة الحرب يعد له اختصاصيين استراتيجيين ويحضر له الإمكانيات المادية والدبلوماسية والسياسية إلى آخره وتبدأ الحرب لما الجانب يتغلب على الجانب الآخر تتحط الميدان تاع المفاوضات والجانب المتفوق يفرض الشروط تاعو والثورة شيء آخر الثورة تعرفها وين تبدات حتى ما تعرفهاش وين تخلص عندنا احنا بدات أول نوفمبر 54 وشكون اللي كان قادر يقولنا وين تنتهي ما كناش نعرفوا ما كاش اللي يعرف أما الحرب لا حد ممكن تنتهي قبل الموعد ممكن قبل الموعد والفرق ما بين الثورة والحرب هناك أخلاق كاين أخلاقية القانون وحنا نزيدوا لها أخلاقية الواجب لقية القانون كما يقولون ويسر أجوبة قوى اشتراكية أن تقدم له تكريم يعني تكريم بمن يعني تقدير لما قدمه لجبهة القوى الاشتراكية وللجزائر يقدم التكريم وهذا يقدم التكريم سي علي العسكري للسي الأخضر السيد كمال عبد المالك
بوكا عمو.